هلو everybody، فيديو جديد من مرمر عيون وعقول. طبعا كالعادة وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنشوف مع بعض كولكشن الصيف والاساسيات بتاعته. اول حاجة معايا الكاب. طبعا انا بدعم جدا جدا انه البنت تلبس الايس كاب سواء كانت محجبة او مش محجبة. ده بصوا ده ما يختلفش على اتنين. اول حاجة بيحمي دماغك، بيحمي بشرتك، بيحمي بجد يعني من الاشعة الفوق بنفسجية اللي بتبقى مزعجة دي، اللي الشمس اللي النضارة الشمس ما بتقدرش عليها بجد. اي حد يقولك الايس كاب مش حلو على الحجاب، ملكيش دعوة، بيقولوا له مرمر هي اللي اكدت لي. تاني حاجة بقى، ودي برضو ضرورية، عايزين يا بنات ريحة حلوة كتير. يعني اي سبراي تشوفيه على قد ما تقدري، سبراي 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 في كل حتة في شنطتك، الكلام ده كله. تالت حاجة بقى بودر، برضو هاتي على قد ما تقدري، بيفرق جدا جدا في الصيف. حسيتي بأي عرق، حسيتي بأي احتكاك، حسيتي بأي التهاب، على طول عليكي وعلى البودر. انا بحب البودر دي جدا، كنت جايباها من السعودية. وممكن برضو تجيبوا الخمس خمسات عادي، ممكن تجيبوا اي بودر، يعني مش هنختلف برضو في موضوع البودر ده، تمام؟ يعني مش هيفرق معاكي كتير. بس حسيتي بأي التهاب حتى لو انتي بره البيت، حسيتي انك انتي بشرتك بقت خلاص عاملة زي السمنة من كتر ما هي دهنية، حطي البودر. تالت حاجة بقى، وهي الكفر بتاع الشعر اللي بستحمى بيه. طبعا في الصيف بيكون الاستحمام اكتر بكتير جدا في الشتاء، ممكن يتعدى 3 مرات. عشان كده انا بحب اجيب بونيهات كتير وتكون عندي في الحمام، بحيث لو دخلت مجرد ان انا بغسل جسمي مش ان انا بستحمى استحمام كامل بستخدمهم. فبصراحة بيني وبينكم انا ما بحتاجهمش في الشتاء، انا بحتاجهم في الصيف، بجيب منهم في الصيف كتير، تمام؟ فجبت منهم برضو كذا واحدة كده. وعلى فكرة هم بصراحة بيتقطعوا بسرعة برضو، فانا بجيب اتنين وبعدين ارجع اجيب اتنين وهكذا. فدول بيبقوا لذاذ قوي، وفعلا فعلا الصيف بيحتاج استحمام كتير جدا على قد ما تقدري برضو. فالبنيات دي هتوفر معاكي، مش هتبلي شعرك كل شوية. وكمان المايل كتير اصلا بتضر الشعر، فاحسن لك تجيبيها وتستحمي الوقت اللي انت عايزاه. تالت بنيه معايا بقى، وده بتاع الشعر الكيرلي، لان طبعا الواحد شعره كيرلي قوي قوي ولازم يتظبط معاه. فدي بتظبط الدنيا معايا، بحطها على شعري بعد ما بستحمى. وطبعا في الصيف هو بينشف بسرعة اصلا، فببقى يعني يدوب على ما بلبس بيكون الموضوع تمام. في الشتاء بحتاج ان انا استخدم السشوار عشان انشف بيه الشعر، غير كده هو بينشف لوحده اصلا. يعني بعد كده جبت توك، محتاجين برضو توك كتير. الحاجات دي كلها انا بحطها في التويلت، تمام؟ وعندي هنا دي مجموعة مخملية برضو جميلة جدا للجسم، اي حاجة ريحتها حلوة هتبقى في صفك، حتى المخمرية هتيها بريحة، تمام؟ بس طبعا الحاجات اللي فيها ريحة، اي حاجة فيها روائح زي ما اتفقنا، ما بتتحطش على طول بعد السويت، تمام؟ المعلومة دي متفقين عليها، فانز مرمر عارفها يعني. بس دول الكوليكشن كده مخمرية. وعلى فكرة ده الكوليكشن الأصلي، لأن هي اتضربت جدا جدا في السوق، وأنا بصراحة بطلت أجيبها لأن أنا بقيت أخاف أعرف المضروبة من الأوريجينال، فبطلت أجيبها. تالت حاجة ايه؟ الحاجة المليون بقى معانا دي بينس طبعا، لأن أنا بحتاجها كتير جدا. كليبسات احطها في سفنجة كده، السفنجة دي انا جايباها معاكم زيها زي بتاعة الاكسسوارز اللي ورانا، وبرضو كل حاجة انا عاملاها معاكم يعني. بس دي انا اشبك فيها كده الكليبسات، بحيث برضو وانا في التويلت لما بصحى من النوم عايزة اغسل وشي، عايزة اغسل سناني، بيبقى شعري ما شاء الله نزل على عينيا ومضايقني ومش عارفة اتصرف فيه. فبرضو وجود الكليبس في الحمام مهم جدا جدا، يعني انا بصراحة بحبه. غير كده كمان في الصيف انا ما بقدرش ان انا اخلي شعري كده، مع ان انا شعري مش اللي هو طويل، بس الحر نفسه بيبقى مزعج. فجبت كليبسات كتير وقلت ان انا ايه استعد بيهم للصيف. برضو انا بوريكم كل الحاجات اللي انا جايباها عشان فعلا استعد للصيف، لان الصيف حاجة صعبة. على قد ما هي حركتها بتكون اكتر بكتير من الشتاء، على قد ما حركتها دي بتحتاج ضريبة، يعني فاهمين قصدي؟ فلازم بقى ايه نبقى عاملين احتياطاتنا من كل حاجة بجد، سواء بيت في البيت او بره البيت. يعني انا كل الحاجات اللي انا جايباها دي في حاجات بره البيت وجوه البيت. يعني مثلا الايس كاب اكيد مش هلبسه في البيت، المخمرية هتكون في البيت، فاهمين قصدي؟ بس
ده بالنسبة للكليبس. هو انا مبسوطة بصراحة باختراع السفنجة اللي انا واخداها من جنة اختي دي وخلاص على كده. ودي توكة برضو جبتها علشان ابقى ارفع بيها في شعري، ودي توكة تانية. يعني جبت كذا حاجة كده ايه للشعر عشان ما يضايقنيش، يعني لان انا اساسا ما بحبش الصيف. ما علينا، بعد كده عندي البادي سبلاش بتاعي. طبعا البادي سبلاش تحفه تحفه تحفه، وممكن عادي تحطيه بره. هو مش ريحه نفاذه ومش حاجه ملفته بالنسبه للبر، هو الفكره كلها منه ان هو هياخد ويدي مع جسمك، فبالتالي لما تعرقي هتبقى ريحتك حلو. بعد كده معايا التونر بتاعي او غسول للوش من ايفا. انا بحب الغسول ده جدا وفظيع، وملوش اي اعراض جانبيه، ولا بيجيب حساسيه، ولا ليه ريحه، ولا الكلام اللي احنا بنشوفه ده. هو تحسه ان هو ميه، هو مكتوب عليه ماء مسيلور اصلا، يعني انا بحس ان هو ميه مش اكتر، ولكن بينظف البشره جدا. باخده معايا كمان بره. وما ننساش طبعا الديودرنت، لان ده اهم حاجه، هو مزيل للعرق. بعد كده عندي السان جلاسز او النظاره الشمس بتاعتي، طبعا مهمه جدا جدا للعين وللاتربه ولكل حاجه. يعني بالنسبه لي السان جلاسز والايس كاب الاثنين مهمين جدا للخروج، مستحيل اخرج من غيرهم. بعد كده عندي بقى الجزء اللي جاي ده حاجه مشتركه بين البيت وبين الخروج، ده برا سوفت. بحب اقعد بيه جدا في البيت، يعني بيبقى ميكس كده ما بين الهدوم البيتي وما بين الراحه النفسيه. بحبه جدا النوع ده من السوفت، بحبه. وهو تركي، اسمه برا سوفت تركي للي عايز يجيبه يعني. تمام. وده بقى برضو هو الاتنين مبطنين، ده برضو عندي مبطن باين عليه ان هو متبطن من عند منطقة الصدر، ولكن ده يعني زي توب كده، مش حاجة اللي هو مش برا. تمام. بعد كده عندي بقى حاجة زي كده، ده بقى مش بمبطن، ده حاجة أساسية جدا جدا للخروج. يعني الاتنين اللي فاتوا دول للبيت، دول بقى للخروج. مبدئيا انا ما بحبش اي بنت تبقى نازله من البيت لابسه هدومها الداخليه باين منها اي تفاصيل او اي حدود. لازم 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 تلبسي بادي او تي شيرت او قميص او ايا كان بتطلقي عليه ايه، حاجه كده قط تكون قطن، تمتص العرق وفي نفس الوقت تخفي اي ملامح للهدوم الداخليه بتاعتك. في انواع كتير، في الوان كتير، في قماشات كتير. تمام. بعد كده انا هنزل دلوقتي معاكم علشان ما اطولش عليكم بس الفيديو. وده عندي شراب، ايوه شراب، انا بحب الشراب ده جدا في الصيف. بيكون يعني خفيف جدا، وكمان شكله حلو، وفي نفس الوقت بينفع يتلبس على الجزم. يعني لو انا عايزه البس جزمه، طبعا مش هينفع يتلبس على ساندلز لان كده كده بتبقى مفتوحه، لكن على جزمه بيبقى لطيف جدا وبيبقى مش باين منه ملامح اصلا. ويا سلام بقى لو انا عايزه البسه على كوتشي، يعني بيبقى برضو يعني مرطب عليا كده، فهو لذيذ يعني. وكمان اوقات انا بلبسه في البيت اصلا لوحده كده، يعني هو لذيذ فعلا في اللبس، شكله لذيذ، شكله جميل. اهو انا كمان لبسته معاكم ووريته لكم، شكله في الرجل كمان حلو وما بيبانش زي ما قلت لكم وزي ما اتفقنا مع بعض. اخر حاجة بقى وحاجة مهمة برضو، وهي الصن بلوك. لازم لازم تحطي صن بلوك وانتي نازلة. إيه، مش لازم تختاري اعلى نوع واحسن نوع، لا عادي. وبكده انا خلصت الفيديو ده، وقولولي ايه الحاجة اللي ما بتقدروش تستغنوا عنها في بداية الصيف. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، باي باي.